الورق اللي قدامك يا فندم بيثبت كل كلمة أنا قلتها في توريط غادة كامل في قضية بيع الأعضاء. إحنا بنشكرك جدا، وأتمنى لو جالك استدعاء تشرفينا علشان نستكمل التحقيق. طبعا يا فندم. بقى يكهن الأوتوبيسات الجديدة عشان يعمل صفقة لحسابه؟ لا يا فندم، غير البيزنس اللي عمله مع نجلاء مواردي الأساس. أنا أول يا فندم ما شفت المخالفات دي كلها على عامر قلت أنا مش هسكت، لازم أبلغ سيادتك. الموضوع ده لازم يتحول للرقابة الإدارية فورا. حاضر يا فندم. أنا النهاردة بس تأكدت إنك أنت من عيلة هلال كامل. دي يا فندم الأوراق والملفات اللي بتثبت الفساد المالي وتورط المدعو جمال الصياد اللي هو مدير مراسم مكتب رئاسة الوزراء، ومشترك معاه كمان عامر أنور كفافي، وهو واحد من اللي كانوا بيشتغلوا تحت جمال وبيساعدوا في الصفقات المشبوهة اللي كانوا بيتربحوا منها من خلال وظيفتهم. في كمان المدعوة نجلاء، دي كانت بتورد أساس مكتبي للوزارات بمعرفة وموافقة جمال، والحقيقة هم الاثنين كانوا بيحصلوا على عمولات. طب وإيه الإثبات على الكلام ده؟ أنا محامية يا فندم، أكيد مش هتكلم غير وأنا معايا الإثبات والأوراق كلها قدام حضرتك. المدعوة نجلاء كانت الزوجة التانية للمدعو جمال اللي كان بيتربح من شغلته في الوزارة مادياً وشخصياً ليه ولزوجته، ونفس اللي حصل يا فندم مع رجل الأعمال المعروف صفوت نجيب. والدليل على كلامي الفلاشة دي يا فندم، عليها كل الفيديوهات المتصورة لصفوت وهو بيقدم الرشاوي لجمال. وانت جبت كل الكلام ده منين؟ للأسف يا فندم جمال الصياد يبقى جوزي وأبو ولادي، ولما حس إن أنا شكيت عرض عليا إن أنا أكون معاهم كمستشارة قانونية للمشاريع والقرى السياحية المقامة على أراضي الدولة اللي هم نهبينها. والحقيقة إن أنا لما اطلعت على المشاريع دي اكتشفت فسادهم، بس لإني بنت هلال كامل، الرجل المعروف عنه إنه بيهاجم الفساد وبيتصدى ليه، ما كانش ينفع اسكت. انت حضرتك بنت هلال كامل الصحفي المعروف؟ ايوه انا يا فندم، وتربيتي تفرض عليا اني لما اشوف حاجه غلط ما اسكتش عليها حتى لو كانت جايه من اقرب الناس ليا. تمام، انا هعمل امر ضبط واحضر لكل اللي ذكرتيهم. الناس دي لازم تاخد جزائها علشان البلد تنضف